مفيش فايدة برضو، اعمل ايه؟ صباح الخير يا ماما. صباح الفل على احلى بنات في الدنيا. بصوا بقى، انا فرشت لكم الشيبسي، هنا الشيبسي ابو 5 وهنا الشيبسي ابو 10. مين هيقف على ابو 5؟ انا هقف على ابو 5 عشان بيتباع بسرعة. ماشي يا زوزو، وانا هختار الجديد. ماشي، يلا تعالوا اقفوا هنا، يلا يا حلوين، يلا شاطرين شاطرين، يلا بيعوا. هروح اعمل الغدا واجي لكم على طول. ماشي، يلا يا حلوين، يلا عندي شيبسي اللي يلا يلا عندي شيبسي اللي ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. عايزه تجيبي شيبسي لابنك؟ ايوه عايزه اجيب له شيبسي اللي بيكسب. اتفضلي يا طنط. نعم. تعالي يا طنط اشتري من عندي بتاعي بابو 5، وكم انت هتشتري كم باك؟ عايزه اجيب 2، واحد ليا واحد لصالح ابني. طب بصي، بدل الاثنين الاربعه. لا انا عايزه اجيب من ده عشان ده فيه هدايا اكتر. ممكن تديني 2؟ صالح عايز انا واحد. ده استنى، هدية كبيرة بس كده. شيبسي افتحها لك. هو استنى، سلسلة هتديها لمين السلسلة دي بقى؟ شاطر يا احلى صالح في الدنيا. انا اشوف حظي انا كمان. قلم امسك. قلم سبوك. ايوه اكتسبت هديتين. الله يا صالح، لعبة ليك اهي يا صالح، لعبة النحلة. الله يا صالح، مبسوط يا صالح؟ مبسوط؟ ماشي كده. كام يا حبيبتي؟ 5 جنيه. لا كده 20 جنيه. ماشي اتفضلي يا حبيبتي، احلى 20 جنيه. شكرا يا طالح. شكرا يا حبيبتي، يلا بينا يا صالح. مبسوط يا صالح؟ يلا بينا. يلا عندي شيبسي. يلا عندي شيبسي. يلا عندي شيبسي. نعم يا حبيبتي. تعالي يا طالح تشتري عندي شيبسي اللي بيكسب. لا بصراحة احنا عايزين الكبير مش عايزين الصغير. طب ايه رأيك يا حياة؟ لا بس هي بتحب الكبير اكتر، ايه رايك يا حياة؟ اتفضلي يا طنط. طيب تعال. الله، عايزه انهي واحد ده؟ اللي لونه ريد؟ طيب ماشي، هتاخدي كام واحد؟ 2؟ طيب يلا، تاخدي ده وده وده؟ طب يلا تعالي كده نفتحهم ونشوف كسبنا ايه؟ واو، طياره يا حياة، حلوه قوي قوي قوي. طب تعالي بقى اشوف حظي انا، مش واحد ليا واحد ليكي؟ صح، خدي تعالي. طيب ماشي، اللي انت عايزاه كده. الحساب 5 جنيه. 5 جنيه ازاي؟ يبقى كده احنا خدنا 2، يبقى 20 جنيه. صح؟ احسبي كويس بقى عشان محدش يضحك عليك. ماشي اتفضلي يا حبيبتي. شكرا. يلا يا حياة، مبسوطة؟ قوي قوي قوي. طب يلا بينا يا قلبي. اوبا، يلا عندي شيبسي. يلا ايه يا حلوين، عملتوا ايه؟ ماما انا عايزه اقول لك على حاجه بقى. قولي يا زوزو. انا بقى عايزه اقف على ابو 10، عشان يا ماما كل الناس بيشتروا من ابو 10 ما يشتروش من ابو 5. طيب يا زوزو استني. فيروزه. نعم يا ماما. ينفع يا حبيبه قلبي ماما تقفي انت هنا وهي تقف هنا؟ ماشي يا ماما. شطوره، برافو عليك. يلا هاجي لكم كمان شويه اطمن عليكم. ماشي ماشي. يلا يلا عندي شيبسي بيكسب. عندي شيبسي اللي بيكسب. ده الشيبسي اللي بيكسب ابو 5 جنيه. ده انا قلبت عليه الدنيا ما كنتش لاقياه. ايوه بصي، اتفضلي. ماشي انا هشتري منه 4 ب 20 جنيه. اتفضلي يا حبيبتي. طب بصي، نعم، تعالي اشتري من عندي بتاع ابو 10 جنيه، وكمان تعرفي ده حلو قوي، بيكسب هديات حلوه. لا انا بحب ابو 5 جنيه. انا هفتح. لا استني، تعرفي اصلا ده بيكسب. الاثنين يا بطحان. يا عمو. ايه يا حبيبي؟ تعالى اشتري من عندي يا عمو. ده بكام ده؟ ده ب 10 جنيه، وتعرف يا عمو انت بتكسب فيها هدية ياما قوي، أكتر من 2 يا عمو. والله ده بكام ده؟ ده ب 5 جنيه. وبيكسب ولا لا؟ بيكسب.
طب ما تجيب لنا اتنين من دوت بعشرة. اللي يخليني اخد واحد بعشرة اخد اتنين وفرح الولد بالعشرة جنيه. دي بقى حاجات حلوة قوي. لا شغل هي هي ولا فتح الله. لا احنا جايين نشوف هتكسب ايه. يلا ماشي. اوه فتح الله افرح يا فتح الله افرح. سلاحف النينجا سلاحف سلاحف النينجا وطيارة افرح يا فتوحة. فرحانة يا فتوحة. فرحانة حبيبي. أيوة. شوفوا الواد فرحان ازاي. ولعبتين مش لعبة واحدة. يلا حبيبي عاوز حاجة تانية يا حبيبي؟ لا. هات بوسة لابوك. مفيش شكرا يا بابا. شكرا يا بابا. ربنا يخليك يا ابني ويقدرني ويفرحك. يلا حبايبي شكرا. يلا عندي شايفي بيكسب. انا اعمل ايه؟ انا وقفت على ابو عشا وبرضه فريوز هي اللي بتبيع. اعمل ايه؟ انا هي لما ماما تيجي هقول لها يا ماما عايزه اقف على ابو خمسه. يلا عندي شايفي اللي بيكسب. خليك مع الجديد ما تروحش الى القديم. ماما ايه يا غزل؟ انا عايز اقول لك على حاجه. قولي. انا عايز اقف على ابو خمسه عشان يا ماما ابو خمسه بيتباع. انت يا بنتي مش قلتيلي عايزه تقفي على ابو عشر عشان بيتباع؟ ايه يا ماما. ما يا ماما ابو خمسه هو اللي بيتباع. انا مش عارفه ليه يا ماما. فيروزه. نعم يا ماما. ينفع ترجعي تاني تقفي على ابو عشر؟ ماشي ماشي يا فيروزه. يلا بيعوا بقى بطلوا غلبه. حاضر. يلا عندي شايفه اللي بيكسب. يلا عندي شايفه. يا بابا يا بابا. ايه يا حبيبه قلبي؟ انا عايزه شيبسي من اللي بيكسب يا بابا مش عايزه من القديم لان الجديد بيكسب هدايا كتير قوي وكمان جميله. يا عم انا عايزه اقول لك على حاجه. ايه يا حبيبتي؟ يا عمو ده بخمسه جنيه يا عمو الشيبسي. لا انا عندي بنتي مكه واحده بس واجيب لها اللي هي عايزاه واغلى حاجه كمان. يا عم دي بتكسب حاجات حلوه قوي. لا يا حبيبتي هي عايزه ابو 10 صح يا مكه؟ صح يا بابا. اتفضل يا حبيبتي. يا عم يلا يا كوفي اختاري يا حبيبه قلبي اللي انت عايزاه. نفسك في ايه يا حبيبتي؟ انا بالجبنه ولا الطماطم ولا البيتزا؟ ايه بالطماطم. طماطم تاخدي ده؟ اه. طب استني اختار واحد انا كمان ونعمله تحدي. ماشي. اختار ايه؟ اختار ايه؟ طعم البيتزا حلو قوي. اه ده تقيل قوي ده يا بنت يا مكه. افتحي يا مكه وشوفي بقى انت هتكسبي ايه. ماشي. يا ترى مين حظه هيبقى احلى؟ الله عروسة؟ عروسة دي حلوة قوي يا بابا. قوي. اتوقعي بقى انا هكسب ايه؟ مسدس؟ لا هكسب موتوسيكل. موتوسيكل يا عربية. الله كسبت ايه يا مكة؟ ايه؟ قولي. كاميرا؟ لا طيارة. الله دي حلوة قوي يا بابا بس انا حظي احلى. يا حبيبتي انا جايب اللعبتين دول ليكي انت يا حبيبتي. بجد يا بابا؟ بجد انا عندي كام مكه بس. شكرا يا بابا ربنا يخليك لي. سعيد يا عم. ربنا يخليك يا حبيبتي. كده حساب كام؟ 50 جنيه. لا كده 10 10 20. اتفضلي. شكرا. مبسوطه يا مكه؟ مبسوطه قوي يا بابا. يلا بينا. مين حبيب بابا؟ انا. مين اشمعنى فريوز بتبيع مع ان الشيبس بتاعي هو اللي ارخص؟ يلا يلا عندي شيبس اللي بيكسب. يا سونا يا سونا اجيب لك شيبسي حبيبي؟ اه. عايز اني واحد؟ ده ده؟ خلاص تمام. بكام الواحد ده يا حبيبتي؟ بخمسين جنيه. بخمسين جنيه؟ ده مكتوب عليه 10 جنيه يا حبيبتي. بخمسين جنيه ازاي يعني؟ يا عمو. نعم. تعالى يا عم اشتري من عندي بخمسة جنيه يا عمو وتعرف بيكسب هديات حلوة قوي. بجد والله؟ بجد. جزوم تاخد ابو خمسة ولا تاخد ابو 10؟ ابو خمسة. لا ابو 10 احسن. تقول لك في هدايا احسن وفي لعب اكتر. ايوه وكمان ممكن يكسب لك الحاجات اللي انت عايزه كلها. طب انزل يا زوم بقى جرب حظك يا زوم. بص يا زوم مرسوم عليه ايه؟ عربية ولا حاسبة. خد يا زوم جرب حظك يا زوم. افتح افتح يا زوم. خلي بالك ولا يزن ده مرزقاني حظه حلو قوي. وهنا يا زوم انا شفت ما كسبش حاجة. تعالى يا زوم. يلا يا زوم يلا يا زوم. فين يا زوم؟ اوبا اوبا كسبت هدية يا زوم. عاشا افتح بقى شوف فيها ايه. افتح يا زوم افتح يا زوم. اوبا كسبت ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ سلسلة. الله كسبت سلسلة يا زين. قول لي بقى السلسلة دي هتديها لمين؟ لأختي. لأختك؟
والله خد طيب امسكها وعايز كمان شده خد افتح كمان واحد هات امسك لك السلسله ده الله ده شكله فراشة ده ولا ايه؟ هتفتحه لك؟ لا تعرف؟ هات يا زوم هات يا زوم يا عسل اتفضل يا زوم ممكن يكسب لك اوبا 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 ايه اللي حصل؟ الولد ده مش زقاني بيكسب سلاسل لاخته دايما ايه ده ايه ده ايه ده سلسلة كمان بس على شكل قلب بقى انت باين عليك بتحب اختك يا زوم خد يا زوم بابا نعم عايز شكلي من هنا لا لا ابو خمسة ده وحش بيقول لك ما فيهوش هدايا كده كام يا حبيبتي 10 20 انت باين عليك ما بتعرفيش تحسبي خلي بالك لا بعرف لو شفت مامتك هقول لها لا بعرف لا ما بتعرفيش لا بعرف مبسوطة يا زوم يلا بينا حبيبي يلا يا ماما انا عايزه اقف على الشيبس ابو 10 عشان بيتباع اكتر لكن ابو 5 ما بيتباعش صح دي عارفه انا كام مره تعمليها معايا عملتيها كتير قوي عارفه عملتيها كتير ليه كده ليه عشان انت ما بتحمديش ربنا مش مركزه في شغلك انت ومركزه في شغل اختك وشايفه اختك بتباع اكتر منك فانت شايفه نفسك ان انت مش بتبيعي خالص ينفع كده يا زوزو؟ لا مفروض نركزوا في شغلنا احنا ونهتموا بيه هنلاقوا شغلنا اتباع كله الاول صح؟ صح واحنا مش في مسابقة بعتي النهاردة علبة بعتي علبتين مفيش مشكلة يا زوزو ماشي يا ماما ماشي؟ تيجي نبيعوا مع بعض يلا؟ اه يلا عندي شمسي بيكسب يلا عندنا شمسي بيكسب